ومن أحاديث الفتن ما جاء في سنن أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولمن ابتلي فصبر فواها. وهذه الجملة يراد منها أحد معنيين: من ابتلي فصبر فواها، هذا من باب التحسر على من وقع في هذه الفتن، فكلمة واها تدل على التحسر والانزعاج، وقد يراد منها التعجب، وذلك أن من ابتلي بها فصبر فعجبا له إذ قواه الله عز وجل فصبر.